للحديث عن أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا الذين يشكل العراقيون غالبيتهم، معنا من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا بك دكتورة فاطمة. يعني إلى أي مدى يعد ما يجري على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا من ترك للمهاجرين أمرا غير قانوني في هذه الظروف؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيكم وحي مشاهديكم الكرام. أهلا بك. نعم، بالتأكيد الذي يحدث للمهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا يعني أمر غير قانوني وغير إنساني بالمرة وغير أخلاقي. يعني الذي حصل لهؤلاء المهاجرين يعني لا يمكن لأحد أن يتصوره من المعاناة أولا التي مروا بها إلى أن وصلوا هذه الحدود، والتي هربوا من بلادهم من أجل أن يحصلوا على فرص عيش أفضل لهم في أماكن أخرى من العالم، يتم استغلالهم في تصفية حسابات دولية لا دخل لهؤلاء المهاجرين بها. يعني بولندا هي تعتبر يعني بوابة الاتحاد الأوروبي والمدافع يعني الشرعي عن يعني أمن الاتحاد الأوروبي. ونحن نعرف يعني ونتذكر قبل عدة سنوات عندما يعني كانت هناك موجات هجرة كبيرة حصلت بين على الحدود بالإسبانية والفرنسية والإيطالية في البحر الأبيض المتوسط، وكيف أن الاتحاد الأوروبي قد جمع كل إمكانياته، جند كافة يعني ما يستطيع من يعني جهود من أجل أن يخرج يعني وينظم عمليات يعني دفاع يعتبرونها دفاع عن رخاء هذه البلاد ودفاع عن مواطنين هذه البلاد ضد هذه، يعتبرونها هجمات، وحتى يعني يشرعون استخدام القوة في التصدي لهذه الموجات. والآن أصبحت هناك يعني الكثير من النزاعات الدولية التي ظهرت على السطح مؤخرا بين روسيا ومختلف الدول، والآن روسيا تستغل هذا الموقف من أجل الدفع بالمهاجرين للانتقام مما يعني مما حصل لها من صراعات ونتائج هذه الصراعات بينها وبين الاتحاد الأوروبي، من أجل أيضا حتى أن تثبت قوتها وقدرتها على أن تستغل كافة الظروف من أجل الضغط والحصول على مكتسبات لها. نعم، يعني عندما يقول أحد العراقيين أنه اضطر للهجرة لتأمين مستقبل أطفاله، إلى أي مدى تتحمل باعتقادك السلطات والأحزاب وحتى أمريكا مسؤولية ما يجري للعراقيين؟ نعم، بالتأكيد يعني لا فرار ولا مهرب لهذه الحكومة وغيرها والتي الحكومات التي سبقتها منذ الاحتلال الأمريكي للعراق، وحتى أمريكا وحتى إيران وجميع من شاركوا وجميع من ساندوا ويعني اشتركوا فيما وصل إليه العراق الآن من الحالة المزرية التي وصلت مؤخرا حتى إلى يعني عدم قدرة العراقيين على الحصول على الطحين الذي لا يمكن لأي شخص أن يستغني عنه. يعني السياسة الأمريكية في العراق، الدمار الشامل الذي حل في العراق ومن بعدها جاءت الحكومات التي أكملت يعني هذا المشروع واستمرت في تهديم العراق، تهديم صناعيا تهديم زراعيا، القضاء على الأمن والسلم الأهلي، اختلاق الصراعات، التغيير الديموغرافي، القضاء على فرص الشباب في يعني الوصول إلى مستقبل يضمنون فيه حياة يعني كريمة لهم ولأولادهم. فتجد أن أغلب المهاجرين هم أصحاب عوائل وأطفالهم يموتون أمام عيونهم في هذه الرحلة الموحشة، الشباب الذين يحلمون بأن يحصلوا فقط على فرصة عمل من أجل أن يوفروا لقمة عيش لهم حتى لو استطاعوا لأسرهم، لأنهم فقدوا الأمل في بلادهم. الأصحاب حتى الشهادات الذين لا يجدون متنفس لأجل أن يمارسوا يعني العمل الذي سعوا في الأجل من أجل الحصول على شهادة فيه. يعني بالعودة بالعودة يعني إلى الزاوية القانونية الآن دكتورة، يعني ما مدى قانونية إعادة هؤلاء اللاجئين إلى بلادهم في ظل حديثهم عن مواجهة أخطار تهدد حياتهم؟ إلى أي مدى يتعارض هذا مع قوانين الاتحاد الأوروبي باعتقادك؟ يعني بالنسبة للناحية القانونية
الآن يعني بالنسبة لأوروبا وبالنسبة لجميع دول العالم يعني أصبح العراق بلد آمن، يعني تم القضاء على داعش، يعني هذه من وجهة نظرهم يعني أنا يعني أتحدث، والتي هي في على أرض الواقع أنه يعني لا زالت الأوضاع في العراق يعني تتسم بالخطورة العالية. هجمات داعش لا زالت مستمرة، الحدود مفتوحة لكل من هب ودب، وليست عصابات داعش فقط، لا زالت الآن المشكلة الكبرى في العراق هو تهديد الميليشيات، والتي سمعنا الكثير من المهاجرين الذين يقولون أنهم هربوا من الميليشيات وهربوا من الظلم وما يحدث في العراق من الفساد المستشري، والذي توثقه كافة الكثير من يعني المنظمات الحقوقية والمنظمات المعنية بالشفافية الدولية. ولكن الذي يحدث أن هناك حقوق للمواطنين الذين يدخلون إلى هذه البلدان التي تتمتع بقانون وتتمتع ب يعني احترام للمواطن وتوفير لكافة أسباب الراحة والرفاهية، يعني ليست فقط مجرد الحصول على أساسيات الحياة، ولذلك من يدخل إلى هذه البلدان أصبح يعتبر عبء عليهم وسوف يحملهم أكثر من طاقتهم، خاصة الآن بعد الأزمة الكبرى في التي عقبت انتشار فيروس كوفيد-19 وما يحصل الآن أصلا من أزمات هي لهذه البلدان، ولذلك هي لا تستغني حتى عن استخدام القوة، لا تتورع عن استخدام القوة، وهذا يعني أصبح واضح يعني للجميع من أجل أن تدافع عن يعني المكتسبات التي حققتها من 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 خلال السنين التي يعني سعت فيها إلى بناء أوطانهم وبلدانهم، وليس كما يحدث في العراق وفي سوريا والدول التي يهرب منها هؤلاء المهاجرين من دمار مستمر وقتل للإنسان وقتل لروح حتى الإنسان ومحاربته في لقمة عيشه. نعم. دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، شكرا جزيلا لك.